أهلا بكم وحلقة جديدة من مال وأعمال. أنا إنجي طاهر. نستضيف اليوم الدكتور ضياء حلمي أمين الغرفة التجارية المصرية الصينية للحديث عن مدى نجاح خطوات الصين في تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، كما سنتعرف عن الأسباب التي دفعت أسعار النفط للصعود هذا العام مع أحمد نجم المحلل الاقتصادي. لكن البداية دائما مع أبرز الأخبار. أعلنت شركة صينية عن تدشين خط إنتاج جديد في مصر في إطار توسعاتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لإطلاق أول منتج للأجهزة المنزلية بأياد مصرية والتصدير للأسواق العالمية. وبدأ إنشاء المصنع الخاص بالشركة داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2021 على مساحة 60,000 متر مربع، وذلك بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر. وأطلقت الشركة التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الجديد بالمصنع مارس الماضي بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، ويوفر المصنع 270 فرصة عمل من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية. أطلقت شركة مدينة مصر ذراعها الجديدة مدينة مصر إنوفيشن لابز لتقديم حلول وابتكارات للسوق العقاري، وتطلق أولى منتجاتها منصة طوبة. وأوضحت الشركة خلال المؤتمر الصحفي أن طوبة تعد منصة تسمح للعميل بشراء وحدة سكنية بطريقة الدفع التي تناسبه، وذلك بتقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة تسمى طوبة، بهدف توفير نظام سداد بتسهيلات مختلفة بدون شيكات بنكية. بنطلق أحد أهم المنتجات اللي بنزعم إن احنا أطلقناها الفترة الماضية. هو الحقيقة مزيج، هو مش منتج نوع شقة جديد أو مشروع جديد، أكتر منه منصة رقمية وطريقة اقتناء للعقار جديدة عنوانها براحتك. هي المنتج نفسه أو المنصة نفسها أو الفكرة الجديدة اسمها طوبة، والعنوان بتاعها براحتك. وزي ما وصفنا في المؤتمر الصحفي، احنا بدأنا الفكرة دي بان احنا عدنا نذاكر ايه اكتر نقاط المؤلمة والمرهقة ومصدر التوتر لناس كتير جدا في اقتناء العقار، سموه البين بوينتس في الاخر. بنذاكر كده الدورة كلها بتاعت اقتناء العقار، نبدأ نشوف ايه اكتر حاجات بتسبب توتر وقلق عند الناس. ومسكنا في عنصر، وفي عناصر كتير، ومسكنا في عنصر اساسي الا وهو الشيكات طويلة الاجل المؤرخة مسبقا اللي العميل بيلهث وراها لمدة سنين طويلة جدا، وظروفه المالية وتدفقاته النقدية ممكن تتغير عبر السنوات وهو بيقتني العقار دوت، ومع ذلك ملزم بنظام ريجيد جدا او مفهوش مرونة. خلاص وانس اتفق عليه بيبقى الخروج منه صعب جدا او مكلف جدا حتى لتعديله يعني. فهو نظام طوبة احنا بنسميه، هو نظام دفع وطريقة اقتناء جديدة بتدي براح وراحة للعميل ان هو في خلال مدة تصل الى 10 سنين يقدر يبقى عنده مرونة شديدة جدا في خلال كل سنة، وفي خلال عدد السنين اللي هو يختارها يدفع امتى، يدفع مرة كل شهر، يدفع شهر او شهر، لا يدفع مرة كل اسبوع، يدفع كل يوم. كل ما بيبقى في ايده شوية فلوس او كاش يقدر يقتني بيهم جزء من العقار بتاعه، عقار مملوك ليه لوحده، دي مش ملكية مشتركة مع حد تاني، هو بينقي عقار بعينه وبيخصص ليه عقار بعينه ويبدأ يقسطه بالطريقة اللي تريحه. إلى شأن العالمي، حيث خفضت موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم، وأشارت إلى أنها قد تخفض تصنيف بنوك رئيسية منها يو اس بانكورب وستيت ستريت. وقررت الوكالة كذلك خفض تصنيف 10 بنوك أمريكية درجة واحدة، ووضعت 6 بنوك كبرى قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها، كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية ل11 مصرفا منها كابيتال ون وسيتيزنز فاينانشال. هذا وأوضحت موديز أن هناك ضغوط متزايدة على ربحية البنوك في الربع الثاني مع تراجع جودة الأصول في ظل وجود مخاطر خاصة في محافظ العقارات التجارية لدى بعض البنوك. في شأن آخر، تعتزم النرويج تغريم ميتا بلاتفورمز الشركة الأم لفيسبوك 1,000,000 كرونة، أي ما يعادل 98,500 دولار يوميا بسبب انتهاكات الخصوصية، وذلك اعتبارا من 14 أغسطس وحتى 3 شهر نوفمبر.
وحظرت هيئة حماية البيانات النرويجية على متى جمع بيانات المستخدمين داخل النرويج من أجل الإعلانات المستهدفة، وهي ممارسة شائعة بين شركات التكنولوجيا الكبرى. نلقي نظرة على الأسهم الأوروبية التي تراجعت مع تعرض البنوك الإيطالية لضغوط بعدما أقر مجلس الوزراء ضريبة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك. كما تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل استمرار التضخم في ألمانيا وبيانات التجارة الضعيفة في الصين. وهبط المؤشر ستوكس يوروب 600 ب3%، وتراجعت بعض أسهم بنوك إيطالية بأكثر من 5% بعد إعلان نائب رئيس الوزراء الإيطالي عن فرض ضريبة 40% على الأرباح الإضافية للبنوك، سيتم استغلالها لسد بنود مثل التخفيضات الضريبية والدعم المالي لحاملي الرهون العقارية لشراء أول منزل. تباطأ معدل نمو مبيعات شركات التجزئة البريطانية، وذلك بارتفاع نتيجة طبعا لتقلبات الطقس، بارتفاع التضخم كذلك هو عنصر مهم في هذه المعادلة ليصل إلى أدنى مستوى في 11 شهرا. وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5% مقارنة بشهر يوليو، وهو معدل أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهرا والتي تبلغ 3.19%. كما يأتي ذلك هبوطا من أعلى مستوى هذا العام عند 25% مقارنة بالمسجل في فبراير. انخفض حجم التجارة الخارجية للصين خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي، بينما نما حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 14% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ليسجل نحو 3.3 تريليونات دولار. ونمت الصادرات خلال الفترة بنسبة 1.5% على أساس سنوي مسجلة 1.9 تريليون دولار، بينما انخفض حجم الواردات بنسبة 1.1% عن العام السابق ليصل إلى 1.4 تريليون دولار. إذا ما نظرنا للأسهم الصينية نجد أنها تراجعت في هونغ كونغ مع تنامي المخاوف بشأن الثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بعدما أظهرت أحدث البيانات ضعفا موسعا في النشاط التجاري. وانخفض مؤشر هانغ سينغ للشركات الصينية 1.16% ليسجل أضعف أداء بين مؤشرات المنطقة. وكانت بقية مؤشرات الأسهم الأسيوية أقوى على نطاق واسع، وتراجعت صادرات الصين للشهر الثالث على التوالي في يوليو وسط تراجع في الطلب العالمي، في حين هبطت الواردات إذ أدت الضغوط المحلية أيضا إلى تقويض انتعاش الاقتصاد. بعد الفاصل لقاء مع أحمد نجم المحلل الاقتصادي والحديث حول تحركات أسعار النفط عالميا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تضافرت العديد من العوامل لتغير الصورة في سوق النفط العالمي بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الستة الماضية، بعدما كانت أسعار النفط تعاني هبوطا قويا لتتداول قرب أدنى مستوياتها في عام، تحولت لصعود كبير في الأسابيع الماضية محققة مكاسب تقارب 20% منذ منتصف يونيو الماضي. الأسباب نتعرف عليها من ضيفنا الأستاذ أحمد نجم المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية، إيه العوامل اللي خلت في هذا التحول في أسعار النفط من التراجع إلى الارتفاع هذا العام؟ طبعا في البداية أسامح حضرتك والمشاهدين بشكركم على السؤال. حقيقة الأمر لم يتغير الكثير خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا يعني مع ظل الأحداث اللي كانت ثابتة لدينا منذ بداية هذا العام ونهاية العام الماضي. فقط ما تغير هو تسعيرات معدلات الركود أو توقعات الركود عالميا، هو هذا فقط يمكن ما تغير، بالإضافة طبعا إلى ما شهدناه من زي مرة أخرى عودة للخفض الإنتاج، وبالتالي كلما انخفض الإنتاج كلما يعني زادت
الاسعار او قل العرض كما يعرف دائما، وبالتالي ترتفع الاسعار في هذه الحاله. هذا فقط ما تم تغييره خلال الاسابيع القليله الماضيه، وهو يعني ما ضغط بشكل مباشر على اسعار النفط وعلى اسعار الطاقه عموما. طيب، بما انه حضرتك اتكلمت عن خفض الانتاج وهو يمكن النقطه المحوريه في هذه المرحله، اوبك بلس اقرت الحفاظ على سياسه انتاج النفط دون تغيير، ولكن اشارت انه في امكانيه اتخاذ اي تدابير اضافيه في اي وقت. ما المقصود بالتدابير الاضافيه؟ التدابير الاضافيه بتعني اما زياده في معدل الخفض او استمرار معدل الخفض لما بعد سبتمبر كما اعلنوا، وبالتالي هذا الامر هو ما يعطي للاسواق اشاره، وهي ايضا ما نجحت به اوبك حقيقه منذ بدايه يعني تخمه المعروض اللي شهدناها حتى ما قبل البانديميك، هي فكره انها تعطي دائما اشاره للاسواق، نحن جادون فيما يتعلق بالسيطره على المعروض، نحن جادون في خطواتنا، ربما يعني نعاني فترات طويله يعني وتستحمل هذه الدول خفض انتاج، وربما تستحمل يعني خساره لبعض زبائنها في بعض الاحوال وبعض الاوقات، ولكن هي جاده فيما يتعلق بخفض الانتاج، وخفض الانتاج هذا هو ما يدعم الاسواق، وفكره ان الاوبك لن تتراجع عن هذه السياسه هي ايضا ما تعطي للاسواق اشاره واضحه على ان يعني معدلات الطلب لن نشهد بها اغراق كما كنا يعني نشهد بالماضي، بالاضافه الى ان في الاسابيع ايضا القليله الماضيه كل البيانات التي شهدناها من جانب المخزونات وما يتعلق بمخزونات الدول والاحتياطات الاستراتيجيه هي في تراجع مستمر، هذا الامر ايضا هو ما يضغط على الاسواق بشكل كبير جدا. الجانب الاخر ربما الذي يعني يقوم بتعويض الخفض الذي يعني تحققه منظمه الاوبك لا يوجد هذا الجانب، لا نشهد ضخ مزيد من الاستثمارات في يعني مجال الطاقه الاحفوريه، وبالتالي هذا ما يعزز ان اي خفض من جانب الاوبك سيؤثر بالاسواق وسيكون واضحا بشكل كبير. طيب، بتقول يا استاذ احمد انه معدلات الطلب لن تشهد اغراق كالفتره الماضيه، ايه العوامل اللي ممكن تؤدي لتحقيق هذه التوقعات؟ العوامل اللي تؤدي لتحقيق هذه التوقعات هي استمرار معدلات الطلب على الاقل على مستوياتها الحاليه، لا نشهد اي نوع من انواع تسعيرات للركود مره اخرى، وهذا الامر يمكن اعتقد من وجهه نظري ان هو ربما يكون موجود في الاسواق في الفتره المقبله، ونشهد نوع من عمليه خلل مره اخرى لهذا التوازن الموجود، لان الاسواق هي في الفتره الحاليه يعني لديها الكثير جدا من التفاؤل حيال البيانات الاقتصاديه عموما، وبالتالي هذا الامر هو ربما ما يعطي خيبه امل مع مزيد من البيانات التي ربما تكون سلبيه، نحن نشهد تراجعات كبيره جدا في توقعات الركود من 55 الى 20% لو تحدثنا على توقعات مثلا في الولايات المتحده، انخفضت هذه التوقعات للركود، ولكن هو ما يعرف حاليا وما سيتم الحديث عنه في الفترات المقبله هي فكره ان لدينا تراجع في معدلات النمو او على الاقل يعني نمو ضعيف جدا. طيب، اذا اعتمدنا على الدول الاخرى، اوروبا لديها مشاكل، المملكه المتحده لديها مشاكل، اذا نظرنا الى الجانب الاسيوي نجد ان الصين ايضا تحاول بشتى الطرق ان تزيد يعني او تعيد مره اخرى عجله اقتصادها من جديد، ولكن هذا الامر لا يعطي. طب والطلب الصيني المتوقع ليه انه هيكون ايه؟ الطلب الصيني تم التعويل عليه بشكل كبير جدا منذ بدايه عوده الصين مره اخرى من الاغراق من يعني من سياسه زيرو كوفيد، ولكن لم نشهد حتى هذا الوقت بيانات حقيقيه تعبر على ان الطلب الداخلي لدى الصين بهذه الحاله من الانتعاش، كل ما تم فقط من الطلب الصيني هو كان لاعاده التصدير، وهذه المشكله الكبيره جدا الذي يعني لا يعانيها السوق حاليا، ولا يستوعب ان الطلب الذي تم من جانب الصين هو كان فقط لاعاده الصادرات ولاعاده التصدير مره اخرى للدول الاوروبيه اللي هي ممتنعه عن شراء النفط الروسي واعاده تصديره ايضا في صوره مشتقات، بالاضافه الى تكوين مخزونات، ودي ايضا برضه مشكله، تكوين مخزونات من الجانب الصيني هي كمثلها تكوين مخزونات من الولايات المتحده، لان تكوين المخزونات كانت الصين في الفتره اللي كان فيها شهدنا فيها ارتفاع اسعار النفط، الصين ايضا يعني تحدثت انها ستتدخل في الاسواق وتدخلت في بعض الاوقات وقامت بضخ مزيد من البراميل في السوق حتى تنخفض الاسواق، وبالتالي الصين ولكن مخزونات النفط الامريكيه استاذ احمد في هذه المرحله بتعاني من هبوط قوي. لاي مدى ده بيبرر مخاوف حدوث عجز في امدادات الطاقه؟
هو تراجع المخزونات الامريكيه بيعبر على ان اشاره واحده ليس لن يكون لدينا نوع من اي نوع انواع التدخلات العنيفه اللي كنا بنشهدها في الماضي، وعدم وجود ضخ المزيد من البراميل بشكل كبير في الاسواق خلال الفتره المقبله. هذا ما يعنيه هو الانخفاض، ولكن على الجانب الاخر نجد ان الصوره مختلفه تماما لدى الصين، وبالتالي ربما يكون هنالك يعني عوده اخرى مره لميزان الصين فيما يتعلق بدورها كمشتري من اكبر المشترين للنفط والطاقه عموما في العالم، وبالتالي هي تقوم بمعادلة وموازنة الأسواق مرة أخرى. ربما يكون الحسابات مختلفة ما بين السياسة الأمريكية والسياسة الصينية، ولكن هي في نهاية الأمر إذا تحدثنا على النفط فالهدف واحد، الهدف هو سعر منخفض، ولكن الصين تحصل على هذا السعر المنخفض من يعني من عدة مصادر مختلفة، من على سبيلها طبعا النفط الروسي. طيب، هو بما انه بنتكلم عن الطلب، على ما يبدو الوضع المتعلق بالطلب العالمي يعني على النفط متباين بشكل كبير في الوقت الحالي، وده بيجي مع التفاؤل الحذر بخصوص يمكن قرب نهاية السياسة التشددية النقدية بشكل عام في العالم. ده ممكن يؤثر ازاي على سوق النفط في الفترة القادمة؟ وطبعا السياسه التشدديه يعني احنا بنتكلم على نوع من انواع الضغط على الاقتصاد لان يكون هنالك تراجع في معدل النمو وايضا تراجع في معدلات التضخم. دي بتبقى يعني صوره او الاهداف اللي بتقوم بها السياسه التشدديه. طيب اذا احنا تحدثنا على ان هذه السياسه تنتهي او في يعني أشهرها القليلة القادمة لنهايتها والنهاية تشرف على هذه النهاية، ما يعني أن الأسواق ربما تشهد مرة أخرى عودة للانتعاش، تشهد أن معدل النمو أعلى وبالتالي الطلب أعلى. ولكن هذه النظرية وهذه الافتراضية إذا افترضنا على أو قسنا على معدل الست أشهر القادمة والربعين القادمين، نجد أن هذه السياسة ربما لن تكون ناجحة، لأن لن يكون هنالك انخفاض بشكل كبير في أو تراجع في هذه السياسة. لا يلمح لدينا أي بنك مركزي على هذا التغير او التحول الكبير، فقط انهم توقفوا عن الرفع، والتوقف عن الرفع ماذا سعرته الاسواق؟ سعرت الاسواق ان سيكون لدينا معدل اخرى خفض لهذه المعدلات الفائده، وهذا الامر غير منطقي. ايضا الكيو اي والبرامج اللي تم ضخها خلال فتره البانديميك، هذه البرامج هي في طور سحبها مره اخرى من الاسواق، تم ضخ كميات كبيره جدا من الدولارات وتريليونات من الدولارات، من المفترض ان نشهد تخفيض لهذه الميزانيات مره اخرى، وبالتالي ايضا انخفاض السيوله الموجوده في الاسواق. فهذه الامور التي نتحدث عنها للاسواق يعني متفائله بشكل كبير فيما يتعلق بان سيكون هنالك تحول ما بين يوم وليله. كل اجتماع نشهد ان الحديث على ان هنالك تحول او تغيير او على الاقل وقف الاجتماع القادم خفض معدلات الفائده، وهذا الامر غير منطقي، لم يعلن به يعني اي مؤسسه بحثيه، لم تعلن به يعني البنوك المركزيه نفسها. كل التقارير الصادره من البنوك المركزيه لا تتحدث عن قرب هذا الوقت، وعلى الاقل اذا تحدثوا على الاقل توقف في رفع اسعار الفائده فهم لا يتحدثون مطلقا على بدايه تخفيض لهذه الاسعار، وبالتالي ربما تكون الاسواق يعني مبالغه نوعا ما وتعود مره اخرى لارض الواقع والارقام الحقيقيه الفعليه التي نشهدها. طيب استاذ احمد، يعني الاقتصاد الامريكي هو محرك رئيسي لكل شيء في هذه المرحله، والاقتصاد الامريكي في الحقيقه يعني زي ما احنا بنتابع بيشهد حاله من عدم الاستقرار، خلينا نقول، خاصة مع الخفض التصنيف الائتماني الأخير وتداعياته، مسألة سقف الدين وما إلى ذلك. سريعا، ممكن يكون تأثير دائي على سوق النفط؟ أصول النفط طبعا مالوش التأثير الأكبر، ولكن هي إشارة سلبية على أداء الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي أيضا يعني كل ما شاهدناه من تصريحات السياسة والاقتصاديين داخل الولايات المتحدة هي محاولة، لأن الأمر لا يبدي على كما أصدرت فيتش، ولكن الجميع يعلم أن فيتش كانت ربما تقوم بخطوة مثل هذه، كانت تحدثت ما قبل حتى موضوع سقف الدين والمشاكل الموجودة، وكل يعني كل مرة من نشهدها فيما يتعلق بمشكلة سقف الدين نشهد هذه التصريحات وهذا الحديث عن هذا التصنيف أو تخفيض التصنيف. ربما هذه مشكلة حقيقية لا نتحدث عنها، أن هي ربما نشهدها في الوقت القريب، ولكن من المؤكد أننا في وقت ما من يعني خلال الفترة المقبلة العشر الأعوام القادمة ربما نشهد في هذا الوقت أي نوع من أنواع الانفجار. هي مشكلة حقيقية، مشكلة موجودة، ربما تنفجر في أي وقت، ولكن ما يدعمها أو ما يبقيها على مزيد من الوقت هي الحكومة والسياسات وضخ الأموال اللي بتشهده من الحكومة الأمريكية، وبالتالي ما يبقي الأمور يعني تحت أندر ذا تيبل يمكن، وبالتالي لا توجد على السطح. والتقرير الذي شاهدناه هو ما أضفاه مرة أخرى إلى الصدق وعودة الحديث عنه في المجال. شكرا جزيلا أستاذ أحمد نجم المحلل الاقتصادي على كل هذه المعلومات.
بعد الفاصل لقاء مع ضياء حلمي أمين الغرفة التجارية المصرية الصينية للحديث حول خطوات الصين الجديدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلنت الصين عن سلسلة خطوات جديدة لتنشيط الأسواق وتعزيز النمو من خلال وثيقة تحتوي على 20 إجراء لاستعادة وزيادة الاستهلاك المحلي بعد بيانات تشير إلى تباطؤ تعافي اقتصاد بكين. للمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا في الاستوديو دكتور ضياء حلمي الفقي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، في البداية حضرتك شايف إزاي أداء قطاعات الاقتصاد الصيني بشكل عام حاليا بعد شهور من رفع قيود كورونا؟ الحقيقة بعد إجراءات رفع قيود كورونا وانضمام الرئيس شي جين بينغ إلى المطالبات الداخلية في الصين برفع القيود وفتح الأسواق، كانت هناك انتعاشة كبيرة للاقتصاد الصيني الضخم، والذي يؤثر وينعكس على الاقتصاد العالمي وعلى المنطقة وعلى أفريقيا وآسيا وأوروبا وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية، التي انتبهت مؤخرا أنه ليس من مصلحتها أبدا انهيار الاقتصاد الصيني، وهذا ما صرحت به تحديدا وزيرة الخزانة منذ أسابيع حينما قالت أن فك الارتباط، بعبارة سياسية، فك الارتباط مع الاقتصاد الصيني هو أمر يستحيل عمليا ويضر الجميع. أنا أرى أن العودة الصينية والوفرة التي تحققت في شهر يوليو، أعلنوا عن أن هذا فائض 146.8 مليار دولار فائض في 6 شهور في بداية هذا العام، أرى أن هذا فعلا حسنا وأنه شيء جيد للاقتصاد العالمي ولبلدنا مصر التي هي ليست استثناء من الاقتصاد العالمي، خاصة وتربطنا بالصين الصديقة روابط تجارية واستثمارية واقتصادية طبعا. ولكن هذا يصب في النهاية في صالح التنمية العالمية، الناتج القومي. ولكن يا دكتور، يعني إيه أسباب تباطؤ نمو اقتصاد الصين خلال الفترة الأخيرة؟ كان من الأسباب الرئيسية ضعف الطلب من أوروبا نتيجة ظروف أوروبا، لأن الصين مصدر بالدرجة الأولى، هو أيضا أكبر مستورد، ولكن الذي يعني يعطي الأرقام هذه الضخامة أنه هو مصنع العالم كما يطلق عليه الأوروبيين نفسه. فلما حصل تباطؤ في الطلب وبالذات الطلب الصناعي في أوروبا بعد الدخول في المعركة العسكرية أو العملية العسكرية كما يطلق عليها بوتين وروسيا، عملية عسكرية في أوكرانيا، ولكن كان لها تبعات ضخمة جدا على الاقتصاد الأوروبي، والتضخم الأوروبي غير مسبوق لدرجة حضرتك رصدت في 2023 نقطتين غاية في الأهمية والدلالات والانعكاسات. حينما يخرج الرئيس الفرنسي ماكرون ويخاطب الشعب الفرنسي في فبراير الماضي ويقول ودعوا الرفاهية فرنسا، حينما يخرج معهد دراسات بريطاني ويقول أن لدينا، ده في يونيو 2023، 9 مليون جائع تحت خط الفقر، هذا يعني أن أوروبا تعاني معاناة حقيقية وشديدة. ولكن للظروف السياسية يتم تمرير بعض الأخبار وحجب بعض الأخبار للتوقيتات، فكان طبيعي أن الصين لم تجد المستورد والمتلقي اللي عنده نفس الشهية بتاعت 2018 و2017، لأن كوفيد 2019 بنهاية العام، وهذا التدني طبعا أثر هذا على الصين. وأيضا الصين وجهت بعض العراقيل. زي إيه دكتور؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية سهلت علينا هذا الموضوع، هي تجاهر، يعني لا 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 نحتاج إلى دليل واستنباط ودراسة وتحليل، هي تقول العدو الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية هو الصين. طب ده ينقلنا يا دكتور للكلام عن الحرب التجارية، وخاصة مسألة الرقائق الإلكترونية، القيود الأخيرة، محاولة التضييق على الصين في مسألة بعض مكونات الرقائق الإلكترونية، وبالتالي بعض الخطوات اللي بتقوم بها الصين كخطوات رد فعل. لأي مدى ده أثر على الصين، بما أن الصين هي مصنع العالم والرقائق الإلكترونية داخلة في كل حاجة تقريبا؟
الحقيقة ده سؤال مهم جدا. الحرب التجارية بدأت من ترامب، من دونالد ترامب، وكان 2018 كانت حرب عنيفة للغاية وأضرت الطرفين. بعدها مباشرة التداعيات سريعة، جت مسألة الرقائق. لماذا؟ أنا لا أذهب وراء الأرقام فقط، برغم أن احنا بنتكلم اقتصاد والاقتصاد أرقام، ولكن لو خدنا الاقتصاد أرقام فقط دون النظر بفلسفة إلى مسببات الأرقام، المقدمات تؤدي إلى النتائج. لماذا حرب وتضييق من الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين؟ أقول لحضرتك ببساطة وهو يمكن يعني الوصول لي، أن الصين تقدمت تقدما تكنولوجيا مذهلا في إطار الابتكار والإبداع. احنا بقينا بنشوف F-16C والجي 5 ده هواوي، مش لا، وحتى الحرب الشعواء على هواوي كانت هي حرب تكنولوجية، ولكن الصين لن تتراجع بهذه الطريقة. اللي حصل ان في الحرب التجارية كانت امريكا بتديهم فعل قيود ب 100 مليار، الصين ترد بالليل ب 100، لا اقل ولا اكتر. ثم تطورت الصين إلى نقطة أو مرحلة أخرى، إلى الهجوم بقى. أنت هتهاجمني مش هدافع، هتهاجمني ههاجمك. ده أنا أرصده من 2023، رؤية جديدة للصين في مقابلة الهجوم الأمريكي الاقتصادي والتجاري بهجوم اقتصادي وتجاري. وبالتالي الصين الآن تمنع خروج بعض المواد النادرة التي تدخل في التكنولوجيا، والولايات المتحدة الأمريكية التي تحدثت كثيرا عن العولمة وعن فتح الأسواق الآن تريد أن تغلق الأسواق، في حين أن الصين الآن هي التي تتحدث عن العولمة، ولماذا لا نكون سوق كبير مشترك. حتى أن الرئيس شي جين بينغ منذ أن أتى وهو يطلق مبادرات اقتصادية جيدة، مبادرة العيش المشترك والمصير المشترك، التنمية العالمية الجديدة، السلم والأمن الدولي. طب الكلام عن المبادرات دي يا دكتور بينقلنا للحديث عن استراتيجية الصين الاقتصادية على مدار العقود القادمة، خاصة في ظل التقارير الأخيرة اللي كانت بتتكلم عن توقعات بحدوث انهيار ديموغرافي بعد عدد معين من السنوات. لأي مدى ممكن دي تشكل عنصر رئيسي في التخطيط لهذه الاستراتيجية الاقتصادية للصين؟ الحقيقة الصين، من يتابع ديفوس الصيني الصيفي والنتائج، هي تعمل من خلال محاور عادة ومن خلال رؤية واستراتيجية. رؤية الصين في مواجهة كل هذه التحديات الاقتصادية للفترة القادمة حطتها في 6 نقط. أول نقطة إعادة النمو الاقتصادي، تعمل الصين على إعادة النمو الاقتصادي. النقطة الثانية أن الصين كيف تكون الصين موجودة في السياق العالمي، هو يعمل على هذا الاتجاه. النقطة الثالثة تأمين الطاقة، ولذلك هو يتاجر مع التبادل التجاري مع السعودية، أكبر مورد للطاقة ليه في تاريخه، والآن ينتقل إلى روسيا. النقطة الرابعة وهو يطور الأشياء، حماية الطبيعة والمناخ، هو يسعى أيضا إلى هذا بمسؤولية حقيقية. والنقطة الخامسة كيف يتعامل مع المستهلكون الجدد بعد جائحة كوفيد-19. هو اعتبر الصين ان العالم اقتصاديا والمستهلكين ما قبل كوفيد وما بعد كوفيد، الحمد لله احنا ما بعد كوفيد، كيف يتعامل معهم. والنقطة الأخيرة تشجيع الابتكار بل ونشر الإبداع، وهذه جديدة على الفكر الصيني الذي كان في عزلة اختيارية ثم انطلق دلوقتي وقال لا، ده أنا مستعد أديك ابتكار وأتبادل معاك. ونرى التكنولوجيا الصينية تجتاح أوروبا ودول الشرق الأوسط والعالم العربي، تكنولوجيا متطورة جدا. بس يا دكتور، يعني خليني أتوقف مع حضرتك عند نقطتين مهمين جدا حضرتك ذكرتهم، إعادة النمو الاقتصادي والتعامل مع المستهلكين الجدد. خلينا نبدأ بالمستهلكين الجدد، المصطلح ده بيشير لمين؟ يعني إيه الكرايتيريا بتاعت المستهلكين الجدد؟ الحقيقة معايير المستهلكين الجدد، معايير المستهلكين الجدد حضرتك، لأن العالم يتغير وهو تغير بالفعل. لم تكن تذكر كلمة عالم متعدد الأقطاب إلا رسميا من الرئيس شي جين بينغ والرئيس فلاديمير بوتين قبل 2023. كان الحديث من قبل عن عالم متعدد المراكز. الصين كانت تقدم نفسها للعالم على أنها دولة نامية.
أنا قمت بدراسة كبيرة وضخمة عن عالم متعدد الأقطاب، الموعد قريب منذ 2018 لأنه هو ما وصلش لكده النهاردة. الصين ترى نفسها قطبا جديدا، صرحت بهذا أخيرا. في البداية هو خد تدرج، وده الفكر، تخطيط مسبق طبعا، تخطيط وفكر ذكي وهادئ. على متعدد المراكز 2018 2020 نعيش كلنا سوا، 2022 اتفاقيات الحياة المشتركة، 2023 على متعدد الأقطاب. فهو الآن عالم الفكرة فيه إن المستهلك الجديد في العالم الجديد احتياجاته مختلفة، ستكون هناك احتياجات تكنولوجية ضخمة في العالم الجديد مع الذكاء الاصطناعي. ولقد صدر تصريح الحقيقة لفت نظري جدا ولكن لم يتم تكراره كثير، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت دراسة هي اللي قالت أن الصين تسبق الجميع في الذكاء الاصطناعي بما يقرب من 30 سنة. والصين لا تعلن عادة عن لا تتباهى كما هي عادتها، إنما واضح أن الصين في الذكاء الاصطناعي واخد خطوات بعيدة جدا عن أوروبا وعن الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بهذا، ولكنها يعني صنفته في الناحية العسكرية قلقة هي منهم. ولذلك الصين ترى أن المستهلك الجديد، مستهلك التكنولوجيا الجديد، لن نندهش حينما يتباهى شخص بأنه يركب سيارة صينية، يمسك موبايل صيني، يمسك كمبيوتر. هذا هو الجديد، هو ده المستهلك اللي هو يقصده، أن أنا هخاطبه بتكنولوجيا حديثة وجيدة. وعلى ما يبدو أنه هيتم المخاطبة بتغيير المفاهيم بشكل ما. طيب إعادة النمو الاقتصادي يا دكتور، إيه الأعمدة اللي بتقوم عليها استراتيجية الصين في إعادة النمو الاقتصادي؟ الصين تراهن ولن يعني تقف أبدا على مبادرة الحزام والطريق، وهي طلبت رسميا. رئيس الوزراء الصيني صرح، رئيس الدولة تشي جين بينج صرح، لا يجب تسييس القضايا الاقتصادية. وأنا الحقيقة بوجهة نظر شخصية، أنا لا مع هذا أو ذاك، ولكني أرى أن تسييس القضايا الاقتصادية أمر خطير فعلا، هو جد خطير. لذلك مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة لإعادة النمو الاقتصادي، ولكني لا أعتقد أنها ستكتمل قبل العام 2045، تكتمل ولكنها تمضي بنجاح وتمضي بقوة، وهي أيضا استهدافها التنمية، النمو الاقتصادي، إعادة بناء البنية التحتية في أفريقيا وأسيا وأوروبا. والصين رصدت وصرفت بالفعل هذا النمو الاقتصادي. نريده ليس نموا اقتصاديا فقط، أنا أضيف نموا اقتصاديا عادلا للعالم كله، وليس نموا اقتصاديا لجهة أو فئة ليكون الشمال الغني والجنوب الفقير مرة أخرى. طب الصين يمكن تريد بقى أن يكون عيش مشترك. طب ده يمكن ياخدنا في سكة البريكس والقمة المرتقبة للبريكس، المتوقع إيه في هذه القمة؟ إحنا تابعنا أنه كان في تحركات أخيرة متعلقة بدراسة عملة مشتركة، محاولات لزعزعة هيمنة الدولار بشكل أو بآخر. الصين بتنوي إيه في هذا الملف؟ الحقيقة لو حضرتك نتابع نجد أن اجتماع مجموعة البريكس في 22 أغسطس في كيب تاون هذا العام سيكون أحد أهم، إن لم يكن الأهم على الإطلاق في هذه المجموعة التي أطلقت في بدايات 2003-2009، أعلنت عن نفسها وهي مجموعة قوية. ليه بقى الأسباب؟ أولا سيتم بحث انضمام أكثر من 19 دولة مقدمة ملفات. ثانيا هناك حديث عن التعامل بالعملات الوطنية جزئيا وليس الإحلال محل الدولار بشكل كامل، حيث قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الدولار الأمريكي كعملة عقاب وليست كعملة تبادل، وهذا خطأ كبير ودفع الثمن. النقطة الأخطر، إذا كانت مجموعة البريكس حضرتك النهاردة تمثل 43% و8 من 10 من سكان الكرة الأرضية، أنا ما يهمنيش الكثرة فقط، إنه سوق هنبيع لبعض. طيب إذا انضم آخرين، أنا توقعاتي لن يقل عن من 70-74% حينما يوافقوا على ملفات جديدة، والتكتلات الاقتصادية سيكون لها دور، خاصة إذا ما علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو الجزء الأوروبي التابع لها دائما يمثلوا 12% 12.2% من سكان الكرة الأرضية، فلن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتاجر مع نفسها.
لكن البريكس مع هذه القوة الاقتصادية الجديدة وأيضا قوة سياسية، لأن سيكون تجمع اقتصادي، أي هناك تفاهمات أرضية مشتركة سياسية للقضايا العادلة. ونرى أن هناك تغير وحراك، يعني نشرات الأخبار صباحا تقول لنا جديدا، مساء تقول لنا أشياء جديدة أخرى في اليوم الواحد، حتى يتشكل العالم الذي أتصور أنه سيتشكل بشكل هادئ ويمضي إلى حل سبيله في بدايات عام 2025، حينما تستقر كل هذه الاضطرابات والتوترات والصراعات. ولكن هو ده اللي تقصده الصين واللي بتشتغل عليه للنمو الاقتصادي، لأن الشعوب ليها احتياجات. طب يا دكتور، يعني بما أنه هنا بنتكلم عن كسر هيمنة الدولار والمحاولات من قبل الصين ومن قبل طبعا الدول الأخرى لكسر هيمنة الدولار، في بعض المراقبين بيذهبوا بعيدا أن هم يقولوا أنه بعد هذه العملية، بعد نجاح هذه العملية حتى لو بعد فترة طويلة، هيكون البديل للدولار الأقوى على الساحة هيكون اليوان. حضرتك بتتفق ولا بتختلف؟ أتفق مع هذا جدا وأعتقد فيه كثيرا. ومسألة عملة موحدة لمجموعة البريكس سيظل الأمر سياسيا، لأن هو كارت ضغط على الولايات المتحدة بين روسيا والهند والصين. معنا جنوب أفريقيا ومعنا البرازيل، ولكن الثلاث قوى الخطيرة اقتصاديا وسياسيا دول الخمسة بتوع البريكس، لكن الصين والهند وروسيا بيشكلوا ضغط. هنا بيحصل موائمات سياسية، طب نأجل العملة الجديدة وانت يا أمريكا تعمل لنا كذا، طب نطلعها لو انت عانيت. لكن في النهاية كيف يكون الاقتصاد الصيني بهذه القوة الضخمة بالأرقام؟ حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هي تعاملت معها بأرقام خيالية، 690.2 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وأمريكا، والميزان التجاري يميل إلى صالح الصين بقوة، مع الاتحاد الأوروبي بقوة. فكيف تكون اليوان والعملة؟ لا أتوقع أنها تكون قوية. يبقى أنا هنا خارج الواقع الاقتصادي أو خارج الواقع العملي. لا، الصين اقتصاد رهيب وقوي، وقد يكون هو يتم تسميته الآن الاقتصاد الثاني في العالم، الاقتصاد الثاني في العالم. وقد يظهر لنا بعد سنوات طويلة أنه كان الاقتصاد الأول في العالم، ولكنه لا يريد أن يفصح حتى لا تكون هناك معوقات. ولكن العملة الصينية اليوان آتية أو عملة موحدة لمجموعة البريكس حسب المواءمات السياسية بين الصين وروسيا من ناحية، وأمريكا من ناحية، والهند تحاول أن تقدم نفسها أننا نموذج معتدل على مسافة واحدة من الجميع، ولكني أعتقد أن وجودها في مجموعة البريكس يجعل الأمر أن التبادل التجاري بدأ بالفعل. ما هو يعني أنا عشان كده كنت هسأل حضرتك يا دكتور، أي من السيناريوهين من وجهة نظر حضرتك أقرب للحدوث في الفترة القادمة؟ عملة موحدة للبيكس ولا نستمر فترة الوطنية بالعملات الوطنية؟ ده يعني أكثر قابلية للحدوث، أسهل. الحقيقة لابد أن نربط بين هذا، الاقتصاد والسياسة مرتبطين شئنا أم أبينا، يعني لا نريد ولكن هذا هو الحال. هناك إدارة أمريكية جديدة في 2024، وهذا أيضا يصنع متغيرا في الأمر وفي في اللعبة كاملة. ولكن أعتقد بقوة أن الصين وروسيا والاتجاه الجديد لعالم متعدد الأقطاب لن يأتي، وإنما أتى بالفعل. نحن في عالم متعدد الأقطاب فعليا. على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هادئة وتقبل بعالم متعدد الأقطاب، أو تذهب إلى الصدام وهي خاسرة فيه جدا على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وبذلك أنا أعتقد أن الدولار لن يستمر طويلا بهذه القوة، بدليل أنه الآن في بعض الدول على الواقع ليس قوي. يبقى إذن الموضوع أن اليوان سيصدر. طب هناك تبادل جزئي بين التجارة ودول مجموعة البريكس ودول أخرى بعملاتهم الوطنية. بس الاحتياطيات في الأول وفي الآخر برضه يا دكتور، يعني طبعا حتى لو بيتم، احنا بنتابع في الفترة الأخيرة تحركات لزيادة الاحتياطات مثلا من الذهب على سبيل المثال. يعني حضرتك شايف انه ده بينذر بهامش زمني قد ايه لكسر هذه الهيمنة مثلا؟ ده كلام مهم هقول لحضرتك. لو انتبهنا نجد ان بالأرقام الصين لديها اكبر احتياطي
في الكرة الأرضية بالدولار الأمريكي. هو لديه كاش ورق أخضر أكتر من أمريكا، هو عنده 3.14 تريليون دولار، فهو هيوقع الدولار. يعني حضرتك كل مدخراتك بعملة هتوقعيها، ما أنت بتوقعي نفسك. إنما الصين تسير في هذا الاتجاه، ولكن أنا أتوقع، توقع شخصي ليس محسوبا على أحد، ولكن بقراءتي للأمر بحلول عام 2030 هتكون الصين مشت في خطواتها بتبديل الاعتماد على الدولار. وما يؤكد وجهة نظري أن صندوق النقد الدولي نفسه قبل أنه ياخد باليوان جزء من ديون الأرجنتين في سابقة تاريخية منذ أسابيع، ويعني رضي بالأمر الواقع. إذن اليوان سيستمر بقوة، اليوان أو العملة الجديدة واحد، لأن العملة الجديدة سيسيطر عليها أيضا الاقتصاد الصيني. والدولار ليس من مصلحة الصين انهيار الدولار الآن، ولكن من مصلحتها أنه يبتدي ياخد حجمه الطبيعي بشكل تدريجي، وهذا ما أميل إليه بحلول عام 2030. شكرا جزيلا دكتور ضياء حلمي الفقي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك. شكرا لحضرتك، متشكر يا فندم. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، هذه تحياتي أنا إنجي طاهر وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله.